السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أصدقائي متابعين قناة فيوتشر كوين؟ فيديو جديد على قناتنا، قناة مهتمة بآخر أخبار العملات الرقمية. طبعا فيديو سريع راح أتكلم فيه عن بيانات التضخم وبيانات الفائدة اللي راح تصدر اليوم وغدا. قبل ما أبدأ الفيديو بتمنى تشترك بالقناة، تفعل زر الجرس، تضغط على اللايك حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية. ولا تنسى انضم لقناتنا على تليجرام، راح أترك لك الرابط أسفل الفيديو والرابط موجود في بانر القناة، ورقمي للتواصل على الواتساب كمان راح يكون موجود في وصف الفيديو. خليكم معنا لبعد الانترو. طبعا اصدقائي اليوم الساعة الرابعة والنصف عصرا بتوقيت مكة المكرمة، طبعا نحن بانتظار مؤشر اسعار المستهلكين او بما يعرف بالتضخم او مؤشر السي بي اي. طبعا الحالي هو 7.7%، انخفض اخر مرة من منطقة 8.2% وشهدت بهاي اللحظة ارتفاع لسوق العملات المشفرة. اليوم عندي اجتماع تاني وتقرير تاني لسعر التضخم، من متوقع ينخفض سعر التضخم من 7.7% الى 7.3%، هذا هو تقديري لبيانات التضخم. طبعا في حال انخفض التضخم راح يرتفع سوق العملات المشفرة وراح يصير عندي انخفاض بالدولار. طبعا مؤشر بيانات المستهلك او اسعار المستهلك يحدد معدل التضخم، اي معدل تغير في الاسعار من وجهة نظر المستهلكين عندما يشترون السلع والخدمات. طبعا الاتجاه الصعودي يعطي تأثير ايجابي على عملة الدولار، مثل ما بنعرف اذا ارتفع الدولار بينخفض سوق العملات المشفرة والبيتكوين، وكل ما ينخفض البيتكوين او كل ما انخفض الدولار بيرتفع سوق العملات المشفرة، لهيك انخفاض سعر الفائدة راح يسبب انخفاض بالدولار وارتفاع لسوق العملات المشفرة. طبعا انا مهتم بثلاث نقط او ثلاث عملات انا مهتم فيهم. اولها هي عملة الدوج كوين، عم تعمل اداء كويس مقبول نوعا ما في ظل الهبوط الكبير اللي صار بسوق العملات المشفرة. هدفي بعملة الدوج كوين حاليا هو 10.2 سنت. طبعا عند هاي المقاومة او هاي الهدف الخاص فيني عندي مربح تقريبا $500 بصفقة داخل فيها بقيمة $500. العملة الثانية عندي هي عملة الـ AXS، هدفي بهاي العملة الموفينج افريج 50 اللي هي عند منطقة $8.20، يكون عندي مربح تقريبا $200 إلى $300. العملة الثالثة اللي هي الأهم بالنسبة لي هي عملة الـ TRB. عملة الـ TRB ما شفنا انخفاض كبير مثل ما انخفض البيتكوين وسوق العملات المشفرة، يعني لما كان البيتكوين بمراحل 16800 كانت العملة بمناطق تقريبا $12.80. كل الانخفاض اللي صار بالبيتكوين ما شفنا العملة تجاوزت منطقة $13. حاليا عملنا إعادة اختبار للنفق اللي كنا عم نسير فيه، وحاليا عندي توجه إلى منطقة $13.70، وهدفي بالعملة هو منطقة ما بين $15 إلى $16. هاي الثلاث عملات أنا مهتم فيهم وعم بستثمر فيهم، هدفي بهاي العملة هلأ حاليا هي منطقة $16 على مربح $750. شو بالنسبة لبيانات الفائدة اللي راح تصدر غدا؟ طبعا صرح رئيس بنك الفدرالي الأمريكي إنه تقرير الفائدة أو معدل الفائدة هترتفع بنسبة 50 نقطة أساس فقط. غدا باقي 1 يوم و9 ساعات لإصدار سعر الفائدة، مثل ما متوقع يرتفع الفائدة إلى نسبة ما بين 4.25 ما بين 4.25 نقطة أساس إلى 4.5. طبعا سعر الفائدة الحالي هو 4%، طبعا ممكن يرتفع ما بين 4.25، يعني يرتفع يا من 25 نقطة أساس أو 50 نقطة أساس، وعلى الأغلب رح يرتفع بنسبة 50 نقطة أساس، وهذا الشيء إيجابي كمان لسوق العملات المشفرة وسلبي للدولار. فحاليا عم نراقب الدولار، عندي مقاومة عند الموفينج أفرج 50، عم نستنى الهبوط من هاي المنطقة ونرجع نستهدف منطقة 104. بهاي الحالة رح يصير عندي ارتفاع للبيتكوين، ممكن نشهد منطقة 17600. مثل ما تكلمت بالأمس عن نموذج الرأس والكتفين، طبعا فشل هذا النموذج بعد ما فشلنا بكسر منطقة $17,000. أصدقائي الكرام وصلنا لهذا الفيديو، بتمنى الفيديو يكون نال إعجابك، لا تنسى تشترك بالقناة، تفعل زر الجرس، تضغط على اللايك حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية. مع السلامة ودمتم بخير.